ينضم إلينا من الشارقة شوفان الخبوري، الممثل أو ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. أهلا بك شوفان. وفد أمريكي رفيع زار منطقة شمال شرق سوريا قبل حوالي أسبوعين، ماذا سمع المسؤولون في المنطقة من الوفد الأمريكي فيما يتعلق بالوجود الأمريكي بمستقبل المنطقة؟ نعم، في البداية تحياتنا لكم ولسادة مشاهديكم. بالتأكيد كان هناك وفد أمريكي رفيع المستوى قد زار مناطق شمال وشرق سوريا، أي مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وخلال جلسات هذا الوفد نستطيع أن نلخص فحوى هذا اللقاء أو هذه الزيارة. نعم، من الجانب العسكري كان هناك الضمان لاستمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية للقضاء على ما تبقى من خلايا تنظيم داعش الإرهابي. وكان الملفت وللمرة الأولى أن هذا الوفد قد أكد على الدعم الاقتصادي للمنطقة من خلال دعم المشاريع الصغيرة من جهة، وأيضا على الدعم السياسي لمشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. طيب، يعني هناك ضمانات ومساعدات اقتصادية ومالية وعسكرية وهذا مستمر إلى متى؟ يعني هل هناك وعود قطعت لسنوات أو لأشهر؟ بالطبع كما نتابع ويتابع العالم بأجمع أن الدعم كان سابقا، والوعود هي باستمرارية الدعم العسكري لقوات سوريا الديمقراطية. أما المستجد في الموضوع أن هناك المنطقة تعاني من أزمة اقتصادية وأزمة أمنية، وبذلك كانت هناك أيضا وعود لدعم مشاريع في المناطق، مشاريع صغيرة على الأقل في المناطق لمساعدة شعوب شمال وشرق سوريا. ومن جهة أخرى كان هناك نقاش على الدعم السياسي للإدارة الذاتية وتفعيل دورها دوليا كي يتم الاعتراف بهذه الإدارة في خطوة إلى نقل المنطقة من الحالة الأمنية والحالة العسكرية الصعبة التي يمر بها الشعب إلى نوع من الاستقرار السياسي. طيب، فيما يتعلق بدورنا نتطلع أن تخطو الولايات المتحدة بهذه الخطوة، كون سوريا اليوم تدخل في عامها العاشر تقريبا، وهذا الشعب ما زال يعاني من هذه الأزمة التي باتت تسمى بأزمة كارثية بالنسبة للشعب السوري. طيب، فيما يتعلق بالنفط، هل سمعتم أو سمع المسؤولون في المنطقة كلاما من المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بحماية حقول النفط وبأن مهمة القوات الأمريكية لم تعد حماية النفط أو استغلاله؟ وماذا عن المعلومات التي تتحدث عن دخول شركات روسية إلى هذه المنطقة؟ يعني موضوع حماية النفط من قبل القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة فيها في المنطقة، وأيضا التصريح الذي صدر في العام الفات من البنتاغون حول أننا لم نعد مسؤولين عن حماية حقول النفط في المنطقة، وأيضا ما روج وما حلل بخصوص هذا التحليل نستطيع أن نختصره بعدة نقاط أساسية. أولا، حقول النفط هي تحت حماية أهالي المنطقة من أبناء قوات سوريا الديمقراطية من جميع مكونات المنطقة، كرد وعرب آشور وسريان وغيرهم. هذه الحقول تحت حماية أبناء المنطقة. من جهة أخرى، الولايات المتحدة والتحالف الدولي حينما كانوا يقدمون الدعم لحماية هذه الآبار كان الهدف من ورائها عدم سقوطها في يد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها التنظيم الإرهابي داعش لخطورة الموقف. لذلك اليوم عندما نجد بهكذا تصريح نستطيع أن نفسره أو نترجمه على هذا الشكل، فهو بالدرجة الأولى هو بمثابة ردة فعل على إدارة السياسة الأمريكية السابقة، إدارة ترامب، إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، هي بمثابة رد فعل من قبل إدارة الرئيس جو بايدن. هذه من جهة. من جهة ثانية، أن قوات سوريا الديمقراطية نفسها باتت تكتسب الخبرة الكاملة والكافية لحماية هذه الآبار، وبالتالي لا تحتاج تلك المساعدة أو الإمكانيات الكبيرة. نعم، من قبل. طيب، ماذا عن الشركة الأمريكية التي تتولى استخراج النفط وإدارة النفط هناك؟ ماذا لو أوقفت الإدارة
إعفاء هذه الشركة من العقوبات وبالتالي خرجت هذه الشركة، هل باستطاعت قوات سوريا الديمقراطية القيام بذلك أم ستسمح لشركات روسية بالدخول؟ يعني قبل أن تدخل هذه الشركة إلى المنطقة وتصرح بأننا سنستثمر، هي بالتالي هذه الشركة لم تسيطر على جميع آبار النفط. آبار النفط هي قبل أن تأتي هذه الشركة كانت تحت السيطرة المحلية من قبل قوات سوريا الديمقراطية ومن قبل المؤسسات الخاصة بإدارة أمور النفط وما شابه ذلك، ولكن هذه الشركة كانت بمثابة خطوة جديدة في المنطقة، فهي في البداية صرحت بأننا سنستثمر بعض الآبار وسنقوم بصيانة الكثير من الآبار التي هدمت ولا تستطيع الإمكانيات المحلية أن تقوم بصيانة هذه الآبار، وبالتالي فهي في النهاية شركة والتعاقد معها أو مع أي شركة أخرى هو شيء طبيعي جدا. السؤال الأخير وباختصار، هل تقرون بنتائج الانتخابات الرئاسية التي حصلت في سوريا؟ أعد السؤال بس لو سمحت. هل تقرون بنتائج الانتخابات التي أعادت الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئاسة في سوريا؟ يعني نحن كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا لطالما كان مطلبنا الأول والأخير هو التغيير السياسي في سوريا نحو دستور يضمن لجميع مكونات الشعب السوري حقوقه وأيضا يحدد واجبات هذا الشعب ومن ضمنها أيضا حقوق الشعب الكردي في المنطقة. وبالتالي نحن اليوم نمر بأزمة أكثر من 10 أعوام خلفت تشرد الملايين من السوريين في المنطقة وأيضا تم قتل الملايين من السوريين وأيضا اليوم هناك جغرافية كبيرة من سوريا تحت الاحتلال. يعني بكلمة هل تقرون بنتائج انتخابات أم لا؟ بالتالي نحن لا نجد بهذه الانتخابات بأنها ستعطي ثمارها أو هي بمثابة انتخابات حقيقية أو كاملة. نحن لا نهدف بشكل مباشر نستهدف الدولة السورية ومؤسساتها بقدر ما نحن نسعى إلى تغيير سوريا نحو دستور ديمقراطي. شوفان الخبوري ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من الشارقة، شكرا جزيلا لك.